بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن داو ضيال يفيد ونكسن كسر دوا هذا برنامج كان حقي حقيقة STV يولي بتشجيع كيبر برنامج كان هديره بقدر واحد كويه قدونا ونسجار وود ويستاج دونا وكان ورا يدي كسر تبيني أما أكتهم بأن حلكي وجاميها أغلبية البرلمان كوضن كان كانيا لقى هذا ساكا هنربل آذن بر دعالي آدم بره مركي وجوه رئيسي وحا وكه اللي هلك قادس تيسه سدوا كله وحا هاللي أو يجونا سيابك كل الدول وحا اللي سياسيين مقعية ميسان بكل وطن كان كينيا يا سوماليا ده حذوه كواسي أو قاركود أي حلال سر سركها يان وطن كان كينيا أما أي كتر سنين برلمان كوطن كان كينيا سدوا كله وحا أجي دونا في العلين تبرشة الصومالية دي أنا أي كم وجيان هلك قادس تا آدم برد عالي وضم بين وحن دول استاجي دونا آدم برد عالو والأوجي هاي إنه يهاي سياسي عانا إسلام مركزنا هذا الله عد عد صامين وين كل جودها وضن كان كايا ما كذب بالن دونا حيل كقادس تيسة مسوح ونقن دونا قف وشبا هري وحن رجنا هاي معها مركي ووريسة حيل لقى سوق هذا وحد ترتاح ليه هرا وحلال وهيي أو وضن كان كايا وكايو ميسان لها لقى سوق هذا waxaan eegi doonaa marka siday macquul u noqonayso in xilkaasi laga qaaday oo maaragtay u jabo iyo inuu ka dabaasho waxa soo dhan barreelka cas ayaa inoo gudmari doona barre markii hore soo dhawow marka labaad bal waxaad faahfaahin yar naga siisa qoraalka uu kaga hadlay inkastoo uu dheeraa aadan barre xilka waki laga qaaday muddo saacado ah musna kadib qoraal dheer buu soo qoray bal qoraalkaasi nuxurkiisa ino taab أدم مثلاً تاي نورو دعالة مركي حلك ما أنت لقى قاضي تضبطن بسيابك اللي دنوها هذي تذكر وانو يمن دونا وانو يمن دونا بس استجى الجواب تيسي وحي الله هيد سيد وقف علي يعني فين دونا قرال حوجا كوبنا أو صار دقي برتو كل يهاي فيسبوك أيوك جا هذي وحوي وح ما أنت دعي حلق حلق قايس اللي جسمي وقهرين هرتا قرال كان أو وقعد دقي عوان وان إمد وان أركي وانا قفصي صدق هذا عربي وعوان وقديه صدق هذا عربي وقري صدق هذا عربي وقري كده وعوان وقديه فاهم بو سيجلي حيل كان أنت وهيي مددي وقبتي وحي وحقبضها وسمي أما وحوي هات الرسالة وطيا جارس أحد وقبتي إيه وحي كيانك وقبتي إيه وحي أجندها أنت برلمانك وجوعي ومال مريء أيوة وجهادل وقدام بنتي هنا وحنكسر جب جبيجي إنه كفر حسين يهاي كرسي جاس إنه حاول يمانت وبني وبني أو حاول نكله وقولي أرت آدم برد على وحش جاي إن دته دوا صناعة وحل كاسه هاي ونهي هاي قف وجهري حل كاسه قبته كينيانا أما جارهان سوام عليها عندها نه وحش جاي إنه كفر حسين يهاي شقدي مدد وجميع أغلبية البرلمان كها هو قبتي وحي موشينها أما جندها البرلمان كلا كاني وكشق يسدي الله مع المرن لها وحوي الشغل وقعد يقول فرح سيني هاي أدي جدي يشقوين كي وكيانك وقبت جارهان صومالي دهنا وقبتي ولب جارهان جارس تونشيب وهايد ماشي لقى صدور تيسك وحوي الشغل وما هاد علي ما دحوينها كي يهور كنياتا أو شغل ما دام هو يهاي وجميعها حزب جوبلي إن هو حوي صو وقريب لوحلا كلها إن أنا آدم برد عليها وحلكاس أنقبته وجميع أغلبية البرلمانك ضل كينيا سيدو كله وضم بينتي ما دام قرار كل درام حنصو قالنا هو سيكو كوا ما واحد للناي وحش شيء إنه آدم قف رحسين يهاي إن ما أنت حلكي مدرس دبلة صناعها وسوهي إنه حوي والبي سديت سنة سديت سنة إن لقى قاضي أو ننكله loo diibo una soo dhaweynayo wuxuu ku baaqay in aan la siyaasadeynin xilkaasi oo uu yahay kursigu wax iska meerta ah oo qolba qof uu ku fadhiisanayo wuxuu marka u hambalyeeyay ninka waxa weey kursiga hadda maanta isaga ka bedelay Amos waad baratay Amos Kimunya ayuu waxa weey aad ugu mahadceliyay ama ugu hambalyeeyay maadaama uu shaqadii isaga ولو رغية مركو حوش شغل كفر حسين يا شق بدن أو وقبتي وحوي أنتي وهجانك أغلبية البرلمانك إيو وحي وحقبضها وحوي إيو وحي أديك بحينها وسمي كيانك إيو ولبا جارهان سماري ذا مركو حوش شغل سجود إيو سجارها بقى إنه كفر حسين يا هي أو سنجرين وح مارتي
مسؤولين يجانا ماركتي عانا أو أذو يقانو قاركود هوريح للسو هايين لكن هذا أي سياسيين تون كمديين قاركود ناي حاتا بحلايان أذياد تدكاها اللي وحا كمدا فرح مع الاندوارة مركي زعالو فرح وقوصر عزو فرح وقوصر عزو وها نينك ترتن كووات كاو كولد حماري أذياد قاريس التوشي أذياد لو كوني يو لو كوني تدوي تونكي هاتا لوغي هاينو قولادا رينو دينجا أوياي waxa kale oo kamida bilow kero oo maartay kamida sanadada sanadada hore oo waxa weeye 2013kii Mandera Mandera nina qoyahan oo aad saameynisna u lahaa waxa kamida anab subo oo wakiilka dumar gaarisa saddexda xubnood ba ka soo qaadanayna dadka aad leeyahay siyaasiyinta waxa ugu dambeysin doona William Ruto isna ka saaxiibkii kowaad Raila Arab Ducaale bal aan ku horeyna Farax Macallin haye Soomaalidu waxay dhaqan siyaasad waxa la dhahaa cadaawadna male cadaawad joogtaana male saaxiib joogtaana male sidoo kale Soomaalidu waxay dhahdaa cadaw cadawgiis waa saaxiib Farax marka maadaama 2017kii kursigan uu ku soo laalay sigaa ducaalna in badan ay ahaayeen man siyaasada aad isaga soo horjeeday oo aad isu noqday markii warbaahinta ka hadlayaan isaga maanta ducaalinu meesha ka baxay wuxuu u arkay arin fiican isaga guul ah hay markuu waxa weeye qoraalka marka aragtid qoraalkiisa aad qiimeysid inuu aad ugu farxay ducaale inuu meesha uu ka baxay waliba qoraalkiisa wuxuu u dhigay in 8 sano ee ducaale uu hoggaanka baaqalbayda baarlamaanka ah in sharafta baarlamaanka ay dhul gashay ama isku mooyo hadda ducaale bedelina uu filayo aad ugu hambalyeynayo inuu maartay sharafta baarlamaanka ee ducaale uu wasiirida inuu kor soo qaado sidaas ba arinta adigu hadalka u dhigay qoraalkiisa marka wuxuu ahaa ducaale musan si toos u weerin laakiin si dadban buu weeraray salaah hadii loo baarlamaanka sharafta hoos u dhacay 8 sano haddana waxa weeye qoraal soo qaadmayna waxa weeye ducaale hoos u riday labada nin ee marka maanta soo kalatay waxaan rabnaa inaan xusno oo aadan keenana sanad ilaa 3 doorto oo aadan barnaamij gaar ah ka sameeyayna insha Allah adduu ilaahay raad isagana marka wuu u hambalyay labada nin iyagana oo ah ninka ducaale bedelay iyo aadan keenana ilaa 3 doorto marka adu qoraalkiisa oo kooban xurkiisa intaas buu ahaa waxa uu jawaabtay marka anab suu wakiilka dumarka ee gaarisa way wakiilka dumarka ee gaarisa waa gabadh Soomaaliyeed waa gabadh da'yar inay xilka ku guuleysto soo baxdo qayb libaax la waxa la kala ahaa aadan barad ducaale oo gacan weyn ka geystay 2017 doorashada inay ku soo baxdo beel ahaan waa beesha ducaale gabadhi markii ku fadhiday oo 2017 ku guuleystay beel ahaan iyada waxay ka soo jeeday beesha Farax waxay ka soo jeeday laakiin doorashada ma ay ku soo bixin gabadha marka waa gabadh abaal weyn u haysa Farax ducaale maadaama uu gacan weyn si fiican u galay doorashada iyo ololihii waxa weeye markay soo galeysay waliba aadan la'aantii waxaad moodaa say ku soo baxdo waayo qofku markuu public figure ayaa qofka bulshada caan ka yahay hadii uu doorasho u tartamo kale tahay waxa macquul ah inuu helo laakiin adoon lagu aqoonin saad ku soo baxay dad meel ka soo baxay oo musharax baan ahay nasiibka xadiga iska weydiin horta nasiibka xadiga shaqo xamid oo kale mooyey nasiibka xadiga shaqo xamid oo kale umad ku soo baxay marka inta la iska weydiinayo la leeyahay ruuxan yaa waaye doorasho waa maanta waa hey ruux ayuu yahay si loo leeyahay yaa waxa ka soo bartay maxay muxuu ahaa si loo leeyahay doorashada lagu goosan ba marka abaal weyn buu haysaa ducaale oo qayb libaax la buu ka qaatay doorashada ku guuleysto oo kursi haweenka gaarisa ku guuleysto marka qoraalka marka Farax Macallin bay u jawaabay waliba iyadu waxay tiri maadaama Farax uu yeeshay sharafta baarlamaanka hoos bay u dhacday baarlamaankina meel dhimatay buu noqday intii waxa weeye dabcan uu ducaale joogay oo aadan joogay iyadu waxay tiri 8 sano oo aadan joogay baarlamaanka sharaftiis korba u kacday haddana wuxuu noqon doonaa qof daacad ah oo shaqadiisa si qurux badan u guta baarlamaanka dhexdiisa kalaan jubilee oo hadda ka tirsan yahay marka waxay tiri kuwa ku fikiraya waxa weeye ku faraxsan ducaale in xilka laga qaado iyaga waxa weeye maal maalmaha ka mid ah ka shalaytoon doona Farax waxay ku tiri dimashow halkan fila Soomaaliya ma weli ma erey kale raacisa waxay tiri ereygii uu cabdi
كورن شيري فارح يا كولبكس حيث الكولبكس كيو هل كان فيلا زمان ما سيدا سيتري وجواب هذا جواب هذا قوي مركا قرال كذن وحو جوابي قرال كفارح وكجوابي فارح وكجوابي إن وحي هاد مدى الدعاء له قال تغني إذا تغير أقوم وجنس هيلي ها سلام ديجي وح مركا وقتك وحوي كولبكس هذا إرجاس مركا إرجاس وياها وكولبكس يا هل كان فيلا زمان ما وليه برادر إن لوبي تيرو دمش أجي أنت مرك أوسط تقنو بلاو كيرو واحدي بلاو كيرو والسنتر من دير على قصة دور تلبا دكون يسدح تونك ترشيد موس قبل سنة لكن وانن أقوية هنا وانن وحوي سياسية وانن وحوي أد سومالي ذا دات كمارتي من دير أكرم خير بعطيهم كده عن إن أد وهذا جري أدي أدي أيوة اللي يدي مارت وصحبالك وصحبالك اللي يدس أد مربعها حبس كوك جري مركب ودتك سومالي ذا كيني أد وهذا ضوي ما له مركي حمناها برمك جبلية أي شيران الدعاء له بتبدأ كحينا دي كحينا دي سحر لاقى وحو وكان هل كان كشجني ويرى صار دي قرار أولي يا مذا حين وهو ركنياته وين رجع فرست كفرست ها كوا جاش في قيدنا يا دون يدعاء له إن حك لاقى ومدحوينه وإنه دعاء له أدى يا كرسيك هذه إنه صياح هذه ما أنت مركب قرار قديات هذه وقد يدا الصومالي ماذا أدو قف هذه مركب قف بدرامة يا مركب دعاء له هلك الصومالي ذا يباسك وجري بدرامة يا إيه مقامك وقف اللي يصير الصومالي ذا لوجه بيسجل مركب دعاء له لما قرأ مركب قرار كيس أو كمان يستجن قرار الله ويا كمان تويتر قال وصل قرأ أنت ما قرأ الله مركب تويتر حلو قرأ يعني قرأ الله ما ديره هذه أنا برد على الفيسبوك وقرأ وأساس وحبها يسوي مقطع هي وح بلان كهله وإذا ممكن خرج تويتر ما قاعد يكرم فيسبوك كله ده وح بلان جوجل قطعه لكن حبناها كلا تسقى فرح معلم بلاو كيرو أنا وسو أنت وتويتر بيكون سوق قرية وح كوبان بوها بلاو كيرو مركب قرار كيس وحوي يري دعاء له مش إن لقصار وحها هاي أرن لما فلانة وفجع إيوه أما كذا إيوه وليه وحها هاي بده هاي وح يكدم بين ضد فلية أكدن بيان باي هيد بولي وحمركا يري وحي أرنتن دباتوين عبسيوين إيو قول درا أدوين أي كتاهي مسلمين تا إيو صوماليدا كينيا و آدن أوها قفك أغسر رأي صوماليدا كينيا باسكا هيا آدياد صوماليا كينيا باسكا هيا وها مركا وحو يري آدن شقاف ربضان بو قبتي انتن إن كفي عن أما حل كفي عن بو يو أقلمي وحونا وضمينت ودعي إن وإلى هاي سيو شقدا شق كون أحسن وكم لسان عبس هذه آد هذه آد مركا قرال كيسنا أنت أصبو نحو كيسو يوها يوها واي دعاء ما نوي ما ندرنا وحن ويبان إن مركا بروتوكول هن مدحوين كحيان كدل كينيا دل كينيا وده طبعا دعاء أي سكحلفيين سكحلفيين واي يو أربي حزب اللي هجرة جبلي حزب يده هو كم دهنا أي سلعة أساسا واي وده كيس كمركا أساسا كم دهنا وعود مرك ما برد ما برد أنا برد عليه وقول بالله ولا الواحد هاي وده هاي هجامية آدي آد وين واحد مسؤولية آدي ليد كهاجي آد أهور تيبوري حزب جبلي وآد هاي هجامية أغلبية البرلمان كينيا واحد هاي قفطة على وشقة بدن قبتي مركا وحولي هيستوريا أما تاريخ ذا كينيا واحد تجر شيء بال ذهبه تاريخ ذا أيانا كحز دونتا يا هبا أنا كل شيء أنت عايز سكر محمد قرار كيسو قرار كيسو إنك تزوجوا جوينا ما كحنا ما لنا سؤال شيء هيدو عالم وقولوا تندونا مسا ما كده بعلم دونا مسا هكذا سوودو عالم مجيزي كبابيد يكبابيد دونا هريسة أشجع الدعاء مر سووا حزب يقود يا مرحلة ودي كتر سن وحال ما تكون يزيد مركز دولي وذا جهل تميي لا مجعابي وزير كحين لا وزير كحين كحنا أنا ضحوله رحلة بس كده عين حلك والله يا قادم مدام الرايلة وسكودع الرايلة سكودع المدام حزب بينها هاي مدام سك حزب هاي حزب جيسن حلك وكل حزب جيسن وحلك كل هاي أو الطيبسي رايلة أنا وهالرئيس الوزاري هي دلك دلك حلك وكقاضي تعال مركز حون نقضي حلبان لوجس حب الحلبان وكله لوجس كله كوكبا لوجس كله كوكبا موسى نقول تنين وكذا باش هير كاسو قاري الصقي يا وحوي ويليام روتو الصقي قديم كتر سنة كبحان بيوحي سما ينحزب يو آر بي رضوه أجيب لها دواز زمادة. سو السعودي لو ده يكون يسدو حتبان كي جارسة تونشيب حلبانة يوم نقضه جوليستي هو جميع أغلبية دلوقتي تخدمنا. تضبيه تبان كا وحوي مركلة وحوي جوليستي حلك برتمها جارسة وحوي البرلمان مركلة هو جميع أغلبية البرلمانك يا لا دورت
سجنتها سامعه وفر ماموس وفر إن والله بتشروا جميع أغلبية البرلمان كان نقض حدنا قف كي وجهه الرئي كيانا جارهان صومالي ده إنه نقض سجنتها وحوين واه ما أنت إن لا يقع وحوين معناها ما سيسمينه إن كم بس قالوا بلامي سقالوا بلامي قف كي وجهه الرئي لقوا بلامي ما دام الدستور كان لابد يكون يطبان كي بلا بدري الدستور كي هو اللي استعمال جي markii dastuurkii hore la bedelay dastuurka cusub waxa halkan 2013 ku soo gaaray ha dastuurka cusub inta aan lagu dhaqmin dastuurkii hore dawladdu hore shaqeynaysay mooy kibaki iyo Raila Odinga dawladdu wadaageed ba shaqeynaysay markaa taasi ma lahayn aqalweyad baarlamaan ma lahayn markaa dastuurka markii la bedelay to atanki la hirgeliyay hoggaanka aqalweyd uu ku jiray markaa 2013 kii markii doorashada dhacday waxa lagu dhaqmay waxa dastuurkii cusba waa kan governor senatorka woman reepka nominated mp nominated senator waxa la dhaho waxa weeye hoggaamiyaha aqalweyda minority leader hoggaamiyaha kuwa laga tirada badan yahay oo sanadka iyo baarlamaanka labaduba ay leeyihiin marka maadaama waagaas wasiir guxeenka xinaada xoolaha intii laga qaaday uu ka dabaashay haddana hoggaamiyaha qabiilada baarlamaanka hadii laga qaaday aadan barad ducaale hadda uu yahay nin magac iyo miisaan ku leh siyaasadda Kenya siyaasadana uu fahmay 2017 ilaa 2020 uu ku soo jiray waxa dadka yaqaana ay saadaalinay waxa weeye inuu ka dabaalan doono tan saamayn ay sun ku yeelin doono xik laga qaaday hadii waxa weeye kartidada uu leeyahay baarlamaankana waxa uu ka mid yahay xubnaha ugu afka dheer isaga xildhibaan kaliya baa hadda jiray isaga oo hoggaamiyaha aqalweyda baarlamaankana kaba sii daray haddana halkiisii uu ka sameeyay doonaa ilaa nin waxa weeye la yaqaano weeye oo wadanka aad caan uga siyaasadana fahmay dadka cabsadana maaha waa nin hadli ogeeya oo aad u hadla gabasho laguma yaqaan gabasho ma yaqaan waa dhici kartaa marka qaarkood ee qofku waxa laga hadal inuu ka dhaco khalad aha laakiin dadka aan gabanin iyagu barnaamijka aad hadalay hadda waxaan fiirsanay waxa halkan tan barnaamijka soo galin television maxalli ah wareysi walaash marka waxa la yiri hadii xikan laga qaado ka horan baa lagu yiri gamay aqlabeeyda baarlamaanka hadii laga qaado xilli hore ahayd oo dhaxdaas adi bilooyin wuxuu yiri hadii xikan laga qaado taas ma ahan buu dhahay nolosheeda halkaas ay ku baabaa ku dhamaad Raila baa intan isku xanaaqnay baa uu xil wasiirnimo ay qaaday buu markaas aanu ka sii dalacay buu loon guul gaaray haddana xilkan maadaama xilki qofka ugu horeeyay xilkan qabtay aanahay qof aan aniga martay u ahay ma jiro buu haddana noloshada halkii ma ka sii wadi binaano xildhibaana maadaama hadda uu xubin baarlamaan yahay haddana shaqeysi halkiis uu ka sii wadi doonaa baarlamaankana sidiisiba uga hadli doonaa wixii mooshinaya wixii waxa weeye mashruuc ee la keena waxa weeye uu ka qayb qaadan doonaa wixii Soomaalida dhib ku ahana inuu la dagaalami doono sidii horeba loogu yaqaanay yaan rajaynayna shaqadiisana inuu halkii uu ka sii wadi doono xilka laga qaadin uusan u dhutin doonin bal sidii waagii hore haddana guul kale uu ka gaaray ama xil wasiir ama madaxweyne ku xigeen uu gaari doono rajaynayna aad baad maasan dagaalka asan waayay guul baan rajaynayna odayga baraha bulshada dadka Soomaalida markan muuqaalkii gelinay iyo kumantiyada Facebook iyo markaad fiiriso dadka ugu daran ka soo horjeeday calaamada qana CV nolosha nolosha ka taageera ay waa dadka ugu badnaa ee naqdinaya ducaale ee lahaa ma laga qaaday xilkii Xaaj Uns dadka lahaa bay ahaayeen marka laakiin dad badan oo Soomaaliyeed oo aad wagl gishay waxa weeye in laga qaado aad uga naxay way jiraan oo hey oo garab u muujiyo iyo taageeraba way jiraan oo fara badan qoliyahan filaa Soomaali minu kaga fadhiyay niyo qoliyahaas marra way rabeen haddana mayn rabin waa gacad raxmaan abd shaqo halkan waxa weeye shirka loogu diiday way rabeen geesiga ku tilmaamaya nin ragad qarnisa waagaas madama abd raxmaan abd shaqo dawladda aad ay sahayeen halkan shirkii dawladda maarta uga soo horjeeday uu qaban lahaa loo diiday ducaale marka uu ka hadlay oo yiri nin waxa weeye filasa inen dawladda farmaajiye khayre qof ka soo horjeeda meesha shirku ma qaban karo waagu yiri waaga hayay buu yaqaanen laakiin intii ka dambeysay oo siyaasadda Jubaland lagu kala aragtida wanaaday oo kismaayeen calaamada saarkii Axmed Islaam uu ka qayb galay waxa ay arkeen inuu yahay daba dhif qarandubis way arkeen ku ugu badan maanta hambalyeenaya ku faraxsanaa in maanta Aadan Barre Ducaale xilki waayna waxa weeye iyaga ahaayeen laakiin Aadan Barre Ducaale waa kulli waanin aad looga yaqaan Kenya Soomaaliduna way taqaanaa marka ma filay hadda dadka macnaha saasinaya in waxa weeye ay wax isaga u dhimay qaar baa waxay ku doodayeen inuu ka karar qaadan doono oo waxa weeye kuwaas caydooda iyo ku faraxsanaanta in xik laga qaado isaga dhirigelin inuu noqon doono baan ku leeyahay qaar baa waxay ku doodayaan Aadan Barre Ducaale
waxa uu ahaa 8 sano ayaa waxa uu xog iyo aftub ku haystay xilki Soomaalida ugu sareeyay aad iyo aad ee Kenya Soomaalida ka yahay xilka ugu sareeyay aad iyo aad iyo xog iyo aftub ku haystay geesta kale waxay leeyihiin laf dhuun gashay Soomaalida ku ahaa Kenya horta kulmada kelmadood aad iyo aad oo iftiibi xilkan ma Soomaali baa lahayd haddii Soomaali lahayd maanta uu difaacan weeydi ta kale ma laf dhuun gashay ku ahaa mise heliyay buu ahaa Soomaalida Kenya horta nin walba waxa la libax nin galaday waxa dhijir nin garay boo ogyahay aan ducale wuxuu Soomaali u gaday ma wad ogyihiin muqaaladiisii oo duuban isagoo Soomaali difaacayna way yeelan waliba maanta baraha bulshada waxa way dib loogu soo celiyay xilkan xil Soomaaliyeed ma ahayn xil dastuurka Kenya ku jira lagu soo daray markii dastuurka la bedelay Kenya 2010kii la ansixiyay ku jiru ahaa Soomaali baa la iyo madow jareer ahaa leh min hoosta kama qoran laakiin qof Kenyan ah u qalma umbaale inuu leeyahay umbaa ku qoran ducaan la waa nin Soomaali ah waa nin Kenyan ah weeye waa siyaasi Kenyan ah waa nin mas'uul ah weeye xaq buu u leeyahay inuu qabto midka Soomaaliga iyo midka madawga labada way isumay yihiin laakiin waxay Soomaali gaar u leedahay ma aha Soomaali uma dhiibanin aqlabiyada hadii la dhahaan dadka u dhiibtay waxay ahaayeen dadkan jareerta madawga kukuyada ee kukuyada waliba ayagu waxa weeye gacanta koobada marka dadkaas u dhiibtay wax Soomaali u dhiibtay ma baahayn ma aha haddii Soomaali u dhiibtay dad soo ritaa kaas nin baa siibta madawga hadiyad mid kale laf buun gashay Soomaali inuu ku ahaa ma filay hadda inta badan waxyaabaha lagu aadayo laba arrimood baa ka waa Jubbaland markii lagu arkay duwanaa ee doorashadii dhacday oo isagu ka mid ah dadkii taageerada u muujiyay islaam qof aanu sanjiray doonso حوية ملو هو جوجه قدام هي أرنت بدا أو مركة هاللي لو أرنا هذا مودا إن أنت بدا أي كوه هيستان أرنت بدا وأنن كينيانا يسو سومالي هذا لكن نن كينيانا وي كمد لي قلت آدم بردو عالو بدا سومالي كي وليه هذا الكيس مركة وبدا كهاللي بدا منور اللي سكوه هيست هذا جد كليه وحقوق سو كوبي سومالي دون هيجر هاللي هات لكن أنا نن كينيانا هاني عد إن لا هذا جد ودول يبدا كيني عيلة هذا هيا لو قادر دل كلا قاتم وقول دو مركب maxaa lagu eedayaa ninkan waa siyaasi Soomaali hada waa Kenyan xil sare oo Kenya ka haya dawladdiisa inuu difaaco danaheeda waajib ay ku tahay waliba waxa uu raacay sida Mustafa wuu ogalayn ha in Ethiopia taageero fara badan qaato ha buu asoo noo ogalayn marka dadku waa inay kala arduwaanta inay qiimeeyaan waayo qofkan boos inta la ku fadhiya hadan baradu cala muqdisho mun ku dhalan xilwaan baarlamaanka Soomaali ka tirsan ma waxaan baarlamaan Kenya ka tirsan way waan Kenyana way Soomaali baa ahaado marka dalkiisa inuu difaacdo qasab ay ku tahay danaha Soomaalida waa kii difaaciya Soomaaliya mar buu way gara tagna marka laf dhon gasho Soomaaliya ku noqday waxa weeye waxaan u maleynayaa waa unde dad macnaha ka soo horjeedo isaga siyaasadiisa aan rabin weeye laakiin mayn qiimeyn mayn u eegin in ninkan uu yahay siyaasi Kenyan ah oo Soomaaliyeed oo dal Kenya xil ka haya oo Kenya ku dhashay oo jinsiyad Kenya haysta oo xil sare Kenya ka haya Soomaalida Kenya waxa uu fadhiyaa xisbigiisana waxa weeye difaacanaya Soomaalida Kenya boos weyn ugu fadhiyaa haduu yahay mid Soomaali ka dadu yahay mid ka yimaaday dowladanka Soomaaliya dadku mid Jabuuti ka haduu mid Soomaaliland ka yimaaday dadu yahay deegaanada Soomaalida qof kasta ka yimaaday aadan barad bucaare aan waan kula ahan nin Soomaaliyeed markaan soo galay xafiiska weydiiyo uu yiri kuuri ducaalada u tagay mushaarku sanji markaas wuxuu ugu yiri kamada hadda laga burburin ninku wuu difaaci jiray haddii ninki xiga la qaasay dukaamina laga burburin mahay buu marka qiimo inta laag bo Soomaalida aad bal maasanta ilka soo waa sidaas inta aan shaqnay mooso koobi karo wax badan oo lagu xasuusto yuu leeyahay haddana muu tagay uu joogaa la shaqana way ay kuwa ay tamaya ama maaragtay maaragtay erayadan haboonay saar waxa ay ka tamaan maalma ka mid ah inuu noqdo wasiirka arimaha dibadda dhahay haa aad bay isaga dhawday marka uu joogaa waa nin kayaan oo xildhibaana nin baa waxa dhigi jiray Soomaalida walaashaa isku mubdidi sidiga ha culaysan marka ducaalayaan la culaysan birka maalin wasiir buu noqon karaa ilaa doorasho sadex waqti weliina waa xilaan baarlamaan ka tirsan waliba kuu difaacaya Kenya ku nool qaar ka mid ah ay niyo waxyaabaha qariibka waxa ka mid ah nin ka maanda Kenya haysta oo Soomaali ka yimid oo Nairobi jooga oo dhalashada wadanka qaad dhalashada wadanka qaad oo dawladda ku hoos nool baa wuxuu aflagaa doonayaa dawlad oo nabadgelyo ku nool oo ku ganacsada oo ku ilmo dhala oo ku ilmo dhala oo gurigiisa duu nabadgelyo si xor ah uga soo kaco shaqadiisa u yimaada ku ganacsada haddana ku laabanaya oo waxba la dhahayn oo kamaandada Kenya haysta oo Kenyan baan ay askarta ku leh haddana dawladdii waxa weeye wanaaga u sameysay waxbarasho tayo leh siisay amni siisay xornimo ganacsi siisay waxa weeye caayaya wax ka sheegaya oo haddii dhibaato ku dhacdo waxa weeye war wax waa loo kala duwanaan kara dawladdu haday isqabtaan oo xuduud isku qabtana iyaga waxa weeye sharci ku kala baxaya laakiin adigu walaashin ma fiirisay digada calaysarna
أنا ماذا ذا يلقى سوي هاي إن ذا كسر قبلنا برنامج كاسي قول بنو رجينا إن هنا رب العالمين دعاء يوم أرك تي دمان حلبان نذا كان يان كا أنت أم برنامج كان كحيقه أو أنك قف على دوننا برلينك الصومالية إذا سكان ما أنت حلك سرها عندي أنا سوسي نقدون في أمان الله.